صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 90 لسنة 2021 بإعادة تنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراني جاء فيه المادة الأولى يعاد تنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراني وذلك على النحو الآتي الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بدرجة وكيل وزارة ويتبعه أولا إدارة الموارد البشرية والمالية ثانيًا نائب الرئيس التنفيذي للتطوير العمراني بدرجة وكيل مساعد وتتبعه إدارة تنفيذ المخططات، إدارة التطوير العمراني، إدارة التخطيط والتصميم الحضري. ثالثًا نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط العمراني بدرجة وكيل مساعد وتتبعه، إدارة الدراسات والسياسات العمرانية، إدارة التخطيط التفصيلي، إدارة تخطيط البنية التحتية والخدمات. المادة الثانية: يلغى المرسوم رقم 48 لسنة 2017 بتنظيم هيئة التخطيط والتطوير العمراني